إذا كنت من هواة المجازفة والسياحة، فلازم تتعرف على مكان يعد من أخطر الأماكن بالعالم، وهو موجود بين سلسلة كيراج النرويجية بمدينة روجولاند تحديداً. صخرة كيراج بولتن على ارتفاع 800 قدم عن سطح الأرض، ويلي بيمنعها من السقوط إنها معلقة بين الجبال الوعرة يلي بترتفع حوالي 3500 قدم فوق سطح البحر. إذا وقفت عليها ونظرت للأسفل رح تلاقي مياه وغابات وصخور بارزة وخوف ورعب كبير، فللحفاظ على الصحة النفسية من المفضل عدم النظر للأسفل. ومع هيك السياح بتناوبوا على الوقوف لالتقاط الصور التذكارية لهي اللحظات الحابسة للأنفاس، بدءاً من الصعود على الصخرة يلي بيكون عن طريق اتصالها بالجبل الأقل ارتفاعاً لحتى يتم التقاط السيلفي بدون انزلاق، بالإضافة لأنه الخطورة بتكمن إنه ما حدا بيعرف أي متى بتوقع هالصخرة. جبال كيراج مو بس بتتميز بهذا الشيء، كمان آلاف السياح بيزوروها كرمال القفزة الرائعة من فوق الجبال الشاهقة، ورغم خطورة التعرض للانهيارات الثلجية إلا أنه الزوار بيفكروا بمتعة الطيران بالهواء هيك لتفتح المظلة الظهرية الخاصة فيهم ليوصلوا على الأرض بسلام.